شنو الحالات اللي يجب بيها أن تحدث بياناتك في سجل الناخبين؟ إذا كنت أو كنتي من مواليد 2001 أو كانت أسماءكم مو موجودة في سجل الناخبين، عليك أن تقدم الأوراق الثبوتية الخاصة بك حتى تحدث بياناتك. أو إذا تغير محل سكنك من مركز إلى مركز آخر داخل المحافظة، أو إذا تغير محل سكنك من محافظة إلى محافظة ثانية، هنا لازم تراجع مراكز التسجيل وتقدم أوراقك الثبوتية بالإضافة إلى بطاقة السكن والبطاقة التموينية. أو إذا صار عندك حالة وفاة لا سامح الله، قدم وثيقة إثبات الوفاة ووثيقة تعريفية تثبت صلة القرابة حتى يتم حذف المتوفي من سجل الناخب. سجل خليك حاضر. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.